طيب، بدأنا المحاضرة الماضية في الايمجز، شفنا كيف يعني نتعامل مع الكونفولوشنال نيورال نتورك، كيف نعمل ايمج كلاسيفيكيشن انه نقرأ الصور اللي عندي من مجلد، تمام، وكيف انه عملها بري بروسيسنج، وكذلك تطرقنا لموضوع الداتا اوجمنتيشن، تمام. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن الترانسفير ليرنينج with pre-trained models. تمام، بدنا نشوف ايش هو تعريف الـ pre-trained model. الـ pre-trained model هو عبارة عن network تم حفظها بشكل مسبق، تم تدريبها على الـ large dataset. تمام؟ طبعا لما احكي large dataset يعني احنا كأفراد ما عندناش القدرة انه احنا ندرب على داتا ست كبيرة من هالنوع يعني، تمام. فبالتالي انه شركات كبرى مثلا زي جوجل، زي شركات اخرى، انه هي بتعمل المودلز هذه وبتتيحها للمطورين انه هم يستخدموا هذه المودلز. ايش انا ممكن استفيد من هذه البري تريند مودلز؟ ممكن انا استخدمها بشكل مباشر في التصنيف، تمام، او ممكن استخدمها في الفيتشر اكستراكشن. ايش فكره الكونفولوشنال نيورال نتورك؟ انه هو لوحده اصلا بيتعلم الفيتشر، صح؟ فنحن بنطلب منه فيتشر اكستراكشن، انه يتعلم الفيتشر زائد كلاسيفيكيشن. فجزئيه الفيتشر اكستراكشن انه هو يتعلم انه يظبط الويتس عشان يطلع الفيتشرز، هذه بنروح نستفيد منها من البري تريند موديل. فبالتالي انه بشيل عبء عني انه انا ادرب النتورك انا عندي على هاي الشغله، وخاصه اذا كانت انا عندي الداتا شويه صغيره، تمام. وبروح بكمل باخذ هذا الموديل وبروح بركب عليه طبقات ثانيه استخدمها للكلاسيفيكيشن. يعني لتوضيح الامر اكثر ببساطه، انه تخيلوا انا عندي هذا الموديل البري تريند، تمام، باخده زي ما هو وبستخدمه في الفيتشر اكستراكشن. تمام، وبعديها بروح بركب عليه كمان طبقات نيورال نتورك انا بستخدمها هذه في الكلاسيفيكيشن. فبروح بستفيد من الويتس اللي موجوده هنا، انه الفاينل ويتس اللي هم وصلوا لها عشان انه اعمل فيتشر اكستراكشن عندي، وخاصه اذا كانت البيانات انه صغيره. هذه شغله. الشغله الثانيه انه ممكن انه احنا نعمل فاين تون، بمعنى انه هذا الموديل ممكن انه احنا ناخذ جزء منه، تمام، ونرجع ندرب الويتس اللي موجوده هنا، بعض الطبقات مش كله. هذا كلام حيوضح معنا، حلقيت حنشوف ايش بصير معايا بالضبط. طيب، نيجي نعمل داونلود للداتا اللي انا بدي اشتغل عليها. نعمل import tensor dataset as tf.ds. الداتاسيت اللي بدنا نشتغل عليها اللي هي الكاتس والدوجز، تمام، والسبليت 80% للترين، وهذه جزئيه للفاليديشن من 80 ل 90، ومن 90 للاخر هذه عباره عن التست. طبعا with information as supervised، معنى هذا الكلام انه يحمل الليبلز معاهم، فيبدا يعمل داونلود للداتا سيت هذه. فالان بروح بطبع المعلومات عن الداتا سيت هذه، فهي حاطط التايب تبعها prefetch dataset. هنا عمل بس انه visualization او لصورة معينة، فهنا row train take to image label، وهنا عمل I am show للimage هاي، وجاب الليبل تبعها هاي وحطه في التايتل. انا عندي في البل t.title حط الليبل تبع هاي، نعم، اوكي. طيب الان هنا بدنا نعمل فورمات للبيانات، بدنا نثبت الحجم. انا عندي عند 160، وبدي اعرف يوتيليتي فانكشن ايش بدها تسوي.
بدي اديها الايمج والليبل، بدي تروح انه تعمل كاست للايمج هذه از تنسور فلو ايمج وتعملها ريسايز وتروح تعملها نورماليزيشن. تمام. طبعا هذا كلام، هذه الداله بدي اطبقها، هذه الداله بدي اطبقها على كل الصور انا موجوده عندي. بروح بقول انه الداتا سيت دوت ماب وبدي له اسم الداله اللي هي هاي. تمام. كل بعمل لحاله فور لوب، بروح بطبق هذا الكلام فور لوب على كل صوره، والليبل بروح برجع لي الصوره بعد ما حولها لتنسور فلو وعملها نورماليزيشن وريسايز مع الليبل تبعها. عدد الباتش سايز والبافر سايز، وهنا طبق هذا الكلام، عمل شفل للديتا. وهنا بس مجرد انه اخذ باتش واحده شفنا السايز تبعها، فهي عباره عن 32 صوره في 160 في 160 هذه البكسلز في 3 لانه صوره ملونه. طيب الان بدنا نحكي، بدنا نستخدم البيس موديل اللي هو عباره عن بري تريند كونفولوشن او كونف نت. هذا الموديل اسمه موبايل نت فيرجن 2. من وين بدي اجيبه؟ بدي اجيبه من هنا TF Keras Applications. هذا الكلام بدي اورجيكم اياه هنا، شوفوا ايش المودلز المتاحه عندي في التنسر فلو. فانا عندي عده مودلز، ايش عندي؟ في عندي ريز نت فيرجن 2، انسبشن فيرجن 3، موبايل نت، موبايل نت فيرجن 2، ريز نت، ريز نت 50، ريز نت فيرجن 2، في جي جي 16، في جي جي 19، اكسبشن. هذول كلهم نيورال نتورك مودلز. لما احكي بري تريند مودلز انا بحكي على شغلتين، اللي هو النتورك اركتكتشر بالاضافه للويتس. معنى ذلك انه كل اسم من هدول المسميات بدكم تتعودوا عليهم. لما تسمع اول ما تسمع في جي جي 16 خلاص تعرف انه هي عباره عن سي ان ان اركتكتشر، انه بيجي باحث من الباحثين بقول انه انا بدي اعمل بلوك سي ان ان مختلف خاص فيا، انه بكون انا انا عملته زي هيك عشان يجيب نتائج كويسه. كيف بسويه؟ بروح بصفة البلوكات جنب بعض، زي الموديل اللي احنا شفناه في المره الماضيه تبع الكيراس، انه هو كيف مصفط البلوكات وموصلهم مع بعض بطريقه معينه. فهدول ايش الاختلاف بيناتهم؟ انه الاركتكتشرز تبعتهم مختلفه مرتبه بطريقه معينه. هذه شغله. الشغله الثانيه انه هي مدربه على لارج داتا سيت ومحفوظه الويتس تبعتها. تمام. هدول ممكن الاقي عنهم تفصيل اكثر هنا. بروح على الكيراس، بروح على الـ API Docs، على Keras Applications، هي موجودة عندي لستة هنا، بفتح هذا اللينك، حاطط لي المودلز، الـ Exception قديش السايز تبعه؟ السايز تبع الـ Weight، مش الـ Weight هي عبارة عن ماتريكس في الأخير، نمباي أري فيها الـ Weight، فهي الحجم تبعها. وقديش الاكيرسي اللي جابتها على الداتا سيت اللي هي مدربه عليها. تمام. وقديش عدد البارامترز والدبث، كم طبقه فيها؟ هذا 126 طبقه، متخيلين قديش؟ الفي جي جي 16. تمام. الاكيرسي فيه 90، 23 طبقه، وهي عدد البارامترز الى اخره. لو انا إذا يعني ضغطت على أي واحدة الموبايل نت فيرجن 2 اللي احنا هنستخدمها في الإكزامبل تبعي، حلاقي هنا كيفية استخدامها. هنا TF Keras Application Mobile Net Version 2، بحدد الانبوت شيب وبحدد بقية البارامترز. الويتس أنا عندي معناها إنه إيش هي الويت أو إيش هي الداتا سيت اللي تم التدريب عليها وراح يتحمل الويتس تبعتها. هذا الكلام هيو مذكور أنا عندي هنا في هذا الكلام. yeah.
اوكي على ايش مدرب؟ على الداتا سيت ايش اسمها؟ ايمجنت داتا سيت. منيش بتتكون؟ من 1,400,000 صوره، متخيلين؟ وديش عدد الكلاسز؟ 1000 كلاس. اي كلاس مخطر على بالك انه هذه بوتل، هذه كات، هذه دوغ، هذه تري، هذا هورس، هذا بيرسون، 1000 كلاس. الايمج نت هذه بالمناسبه هي متوفره هنا، وممكن اعمل براوز للداتا سيت هاي، لو زي ما حكينا انه هي 1,400,000 صوره، وممكن اعمل اكسبلور للموست بوبيلر فيها، ايش الشغلات البوبيلر؟ انه هنا في عندي مثلا البيبول، يعني هذه الصور بيجيب لي صور لاشخاص. هذه بالمناسبة بتتطلب فلاش، وبالتالي مش حيظهر معايا زي ما هو. فهنا مصنفة بهذا الشكل، وهنا ممكن أعمل بحث إنه بدي كل الصور أو صور فيها بيرد. كيف؟ نعم. اوكي. فهذه هي الفكرة. فالآن ايش راح يسوي؟ راح نستخدم البيز موديل. عرفت الانبوت شيب انا عندي اللي هو الايمج سايز، في الايمج سايز في 3. وهنا البيز موديل بتساوي تي اف كيراس ابلكيشن موبايل فيرجن 2، اديته الانبوت شيب، وهنا include top والweights. ال include top هاي انه على سبيل المثال هنا الموبايل فيرجن 2، شوف ال parameters boolean whether to include fully connected layer at the top of the network defaults true ولا false. فبالتالي هنا راح يضيف طبقة إضافية فيها fully connected network، يعني بمعنى آخر راح ياخد هنا الموبايل version 2، هذا الموديل كله موبايل net version 2، وإيش راح يضيف لي وراه؟ طبقة FC، هاي الباراميتر، هذا اللي بيعني تمام فولي كونكتد. هذا راح نستخدمه للفيتشر اكستراكشن، وهذا راح يستخدمه للكلاسيفيكيشن. تمام. طبعا راح ينزل الموديل النتورك اركتكتشر بالاضافه للويتس تبعته. تمام. والويتس على اي صور انت بدك اياها الايمج نت، في غيرها الايمج نت، في غيرها كثير، في غيرها كثير. هيو بيبدأ يعمل داونلود للموديل. تمام. طبعا انا بدي اشوف الفيتشر باتش انه بيز موديل اديته. انا عندي الايمج باتش، الايمج باتش احنا اوريدي عرفناها هنا، ايمج باتش ليبل اخذنا بس عينة وشفنا الشيب تبعها 32 × 160 × 160 × 3. فالان فهنا راح عرض لي انه الفيتشر باتش قديش، انه انا عندي 32 × 5 × 5 × 1080. طيب بدنا نستخدمه في الفيتشر اكستراكشن، معنى ذلك انه هدول الويتس بدي اخذهم زي ما هم، بديش اعدل عليهم ولا شيء. فعشان هيك ايش بروح بحط؟ بحط انه البيز موديل دوت ترينبل بتساوي فولس. لما اعمل فيت بيعدلش على الويتس فيها بالمره، ما بيدرب الويتس هذه. فبدي اعرض السمري تبع النتورك، شايفين الطبقات تبعت
الموبايل نت فيرجن 2. انا عندي الانبوت convolution باد convolution 1D باتش نورماليزيشن بعديها convolution 1D expanded convolution depth wise الى اخره. شايفين انا بعمل سكرول، هذا كله بيتعامل كبلوكس، هذا كله عبارة عن طبقات لغاية لما اصل في النهاية. متخيلين قديش حجم الشبكة؟ لغاية لما اصل في النهاية انه جاب لي انه التوتال باراميتر 2 مليون، الترينابل زيرو. كنا قبل لما نعرف النتورك انه على حسب عدد الكونكشن يجيب لي انه قديش عدد الترينابل باراميتر. ونون ترينابل قديش؟ كلهم اللي هم 2 مليون و257 الف. فهدول مش حيعدل في الويتس تبعتهم بالمره، حيستخدمهم في الفيتشر اكستراكشن. طيب ايش بدنا نسوي هنا؟ بدنا نضيف طبقه. ليش الطبقه هذه؟ للكلاسيفيكيشن. فجلوبال افريج لاير تي اف كيراس لاير جلوبال افريج بول 2 دي. وبعديها ايش بدنا نضيف؟ طبعا هنا قبل ما اضيف الطبقه الثانيه بدي اعدل ال بدي اجيب الفيتشر باتش افريج قديش الدايمنشن تبعته. تمام، ف جلوبال افريج واديته الفيتشر باتش اللي احنا اخذنا منها عينه اول صوره فوق، فطلع انا عندي هاي الشيب تبعها. الان بنضيف الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه ايش هي؟ لينس واحد. احنا ايش بدنا نصنف؟ كاتس ودوجز بالضبط. وبالتالي انا عندي 1 نيورون. ونفس الفكره هنا انا بدي له الفيتشر باتش افريج اللي هي هذه اللي هي الاوتبوت تبع هذه انه كانبوت شيب بالنسبه له عشان انه يوصلهم مع بعض. الان ببني الموديل تبعي. الموديل تبعي مكون من ايش؟ البيز موديل، هذا في ايش بستخدمه؟ الفيتشر اكستراكشن، وفي الطبقتين هدول بستخدمهم في الكلاسيفيكيشن بالظبط. بعمل كومبايل للموديل وهي السمري. فبالتالي السمري راح هذا اخذه كله كبلوك واحد موبايل نت فيرجن 2، وبعديها الطبقتين هدول. فصار في عندي هنا ترينابل باراميتر ونون ترينابل باراميتر. ترينابل باراميتر من اخر طبقتين احنا ضفناهم، ونون ترينابل باراميتر من وين؟ من الموبايل نت. تمام، حددت الايبوكس. وهنا بعمل evaluate. عملت train انا؟ لا، الطبقتين هدول اللي انا ضفتهم في الاخير باخذ random weights لهم، وهدلك انه pre-trained weights. فبالتالي ما من قبل ما ابدا التدريب جاب لي قديش accuracy؟ 56. بدا عن 56. بعد التريننج حنجد حنشوف قديش حيجيب لي. ما هو هذه قربها 56، انه يعني هنا floating point انه رقمين بعد الفاصل 20. هجيت هنا بدينا التريننج. تمام، التريننج بدا الفال accuracy بعد ما خلص الايبوك هيو تحسن 97% من البدايه. شايفين قديش انه بالضبط لغايه لما وصلنا في النهايه لغايه 98% بالضبط. وهنا هذا بس بلوت للكيرفز انه زي هيك ما فيش اوفر فيتنج. تمام، واضحه الامور لغايه الان. طيب كيف؟ لا لا، ممكن استخدمه بغض النظر انه انا لو بدي احصل دقة أعلى، أو ببعض يعني بعبارة أخرى يعني، أو مثلا استخدام ثاني إنه لما بدي أستغل أو أختصر وقت في الفيتشر اكستراكشن، بدل ما هو يقعد يتدرب إنه يتعلم الفيتشرز والإيدجز كيف إنه هو يعملها، فبكون هو أوريدي مدرب على صور متنوعة، وهو عارف كيف يعمل اكستراكشن الإيدجز من الصورة، فبالتالي بركز على الكلاسيفيكيشن في هذه الحالة. ممكن تزبط على الحروف، وممكن تزبط على الصحون. نعم، وممكن تزبط على الصحون، وممكن تزبط على ايش اخذنا صور احنا كمان؟ على الفاشن. تمام،
وممكن تظبط على الليف. اوكي هو بتعلم يعني جزئية الفيتشر اكستراكشن، انا بركز على جزئية انه هو يتعلم انه يستخرج الحواف من الصورة، فبالتالي بغض النظر شو كان الشكل، كان الشكل عبارة عن شاشة والريموت ولا زجاجة ولا قلم ولا شجرة، في النهاية هو بده يتعلم انه يحدد الايدجز تبعت الاوبجكت تبعتي، وهذا اللي انا بدي اياه. فانا لما ادي له الصوره يقول لي انه هاي الايدجز تبعتها، هكيت هذا الشكل، شكل ايش؟ هذه هي الطبقتين الاخرانيات اللي انا بضيفهم بشكل، مثلا انه بعد ما حددت الشكل الهندسي، فبالتالي بتصير وكانه البروبلم انه بصير كانه يتطلع على صور زي هيك، بدل ما انه هي صور ملونه بالوان، انه بصير انه انا ادي له يعني شغله زي هيك، انه هذا بالضبط، انه هذا زي هيك بالضبط بالضبط زي هيك، انه هذه كيف؟ لا باخذ، هيو احنا ثبتناه، احنا عملنا نعم. نعم هو بيطلع نفس الشيب، بس ايش بيطلع؟ هاي انت عندك الصورة، مثلا هذه الصورة هذه مثلا، ايش بده يطلع لي في الصوره؟ بده يطلع لي نفس المقاس بالضبط، بس كل المنطقه هذه عباره عن زيروز، تمام؟ وين في انا عندي وحايد؟ عند الحواف، حتى هنا في النص زيروز، فبالتالي هنا بس بطلع لي عند الحواف هدول وحايد بس، هيك بصير يشوف، يعني زي نظام رؤيه خاص فيه انه بيحدد الاشكال، وبناء عليه بصير انه هو يركز انه هذا الشكل شكل ايش؟ بالضبط زي هيك. ايش يعني؟ هذا موبايل هذه هاي التصنيف تبعها، هاي حاط لكم الرابط تبعها، هذه لستة من البري تريند مودلز، هاي ايمج كلاسيفيكيشن، ايش في عندي؟ في عندي امنست، ريز نت، افيشنت نت، تمام؟ وهذه كل واحدة البيبر تبعتها، انه كيف انه عملوها، شكل النتورك كاركتكتشر، وانه هذه بري تريند ويتس. هجيت هنا في الاوبجكت ديتكشن اند سيجمنتيشن، انا في عندي الريز نت، وفي عندي الماسك ار سي ان ان، والشيب ماسك، والسبين نت، تمام؟ الان هل بمنع انه انا استخدم واحده من هدول في الايمج كلاسيفيكيشن؟ لا ما بمنعش. شو السبب؟ لانه هو بيكون انه تعلق طبقات الكونفولوشن، انا بدي اخذ طبقات الكونفولوشن، طبقات الكونفولوشن اتعلمت انه هي تستخرج فيتشرز، والاوبجكت ديتكشن عارفه ايش الغرض من، يعني الاوبجكت ديتكشن، الاوبجكت ديتكشن انه الغرض منها انه انه يعمل لي مستطيل يحدد الاوبجكت هذا وين، فبتصير انه على سبيل المثال زي الجيرمن ترافيك داتا سيت، نجيك كيف شكل الداتا سيت هاي، هذا عباره عن داتا بيز لصور اشارات المرور، عشان الموضوع السيلف درايفنج كار، انه هو اول حاجه بده يحددها وين مكانها، انا عندي الصوره الكاميرا تبعت السياره بتلتقط مشهد،
الترافيك لايت وين موجوده، فارسم لي مربع وين هي موجوده. فشايفه زي كيف؟ فبتكون انا عندي الانبوت عباره عن صوره والاوتبوت عباره عن احداثيات بيكسلز، اربع احداثيات، لانه انا بدي احدد شكل مستطيل او مربع. انا عندي اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2. نيجي للمرحله اللي بعديها، انه هذا المربع ايش الاشاره؟ هل هي ستوب ولا تحديد للسرعه 30 كيلومتر في الساعه ولا بالضبط؟ بدخل في مرحله الكلاسيفيكيشن. تمام، فلقيت النتورك اللي تم استخدامها في الاوبجكت ديتكشن، هل بمنع ان احنا نستخدمها في الكلاسيفيكيشن في جزئيه انه هي بتقدر انه هي تطلع فيتشرز؟ لا، فيش مانع. تمام، زميلتكم تسأل إنه هل أنا ممكن أركب أكثر من موديل؟ بدك أوكي صح. طيب إحنا توقفنا قبل البريك عن سؤال إنه هل بنفع إن أنا أدمج أكثر من موديل مع بعض، وإنه كيف بدي أوجد هذه الموديلز الجاهزة؟ فدليتكم هنا على سايت انتم ممكن تدوروا فيه. عندكم هنا في الايمجز عندكم مثلا ترانسفير ليرنينج. ترانسفير ليرنينج معناها بري تريند موديل، هدول يعني مصطلحين يعني مترادفين لنفس الشغله. ففي عندك هذا السايت اللي هو تنسر فلو موديول هاب دوت ديف للديفلوبرز. تمام، فهنا ممكن من خلاله ان انا ادور على ايمجز، عفوا على بري تريند موديلز، انه احددها في دومين معين، سواء كان ايمج او تكست او فيديو. وعلى سبيل المثال لو حددت انا ايمج، ممكن اختار كلاسيفيكيشن كولكشن اوف ام ال كومباتبل وتنسور فلو لايت، لانه هنا انا في عندي ممكن احدد البلاتفورم او الموديل فورمات انه تنسور فلو لايت، هذه على الجوال بتشتغل اوف لاين، او تنسور جي اس هذه بتشتغل على الويب. وهنا الفيرجن تنسور فلو فيرجن 1 او 2. هنا هذا الابديت تبعه هيو 1/7/2020 يعني اب تو ديت. ففي بتلاقي انه انا في عندي 2 موديل هنا، واحد للايمج كلاسيفيكيشن والثاني برضه للايمج كلاسيفيكيشن، بس الديت تبعهم مختلف. الاثنين تنسر فلو لايت، الاثنين للايمج كلاسيفيكيشن. فهنا ممكن هنا ممكن استخدم الايمج ليبلينج والاوبجكت ديتكشن للتو تاسك هذول. تمام، هنا في التنسر فلو هاب بورجيني انه انا كيف استخدم موديل معين، بس مجرد انه انا ادي له اليو ار ال تبع البري تريند موديل هذا، بس انه انا احدد الانبوت شيب وبروح بعمل كلاسيفاير. هو مكون من سيكونشال موديل، مكون من طبقه واحده. الطبقه هذه عباره عن تنسور فلو هاب كراس لاير، واديته الكلاسيفاير يو ار ال والانبوت شيب. تمام، الان بروح بنزل صوره معينه، والصوره هذه رحت عرضتها ورحت طلبت انه يعمل لي بريدكشن لهي الصوره. فبالتالي هنا في البريدكشن بريدكتد كلاس نيم ايمج نت ليبلز بريدكتد ليبل، لانه هنا انا عملت هذه الصوره بعد ما عملت لها داونلود هيو كلاسيفاير دوت بريدكت. تمام، اديت الصوره هاي، وهنا البريدكشن هذا راح يعني طبع لي انه 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 هذا عباره عن اليونيفورم تبع الجيش. فهذا موديل جاهز، يعني انا استخدمته في الكلاسيفيكيشن مناسب مباشره، مش انه انا عملت له انه ضفته وعملت له تريننج، يعني استخدمته استخدام مباشر بدون انه عملت انه ترانسفير ليرنينج او تريننج، ضفت اللايرز في الاخر وعملت له تريننج. اوكي،
طيب نرجع على مثال تبعنا. هذا احنا وصلنا عند مرحلة وين؟ انه احنا جبنا accuracy قديش؟ 98% validation accuracy. تمام؟ وعملنا plot للcurves والcurves انا عندي perfect. تمام؟ هنا معطيني نوت بحكي لي انه اذا احنا تعودنا دائما انه في الاكيورسي انه التريننج اكيورسي بتكون افضل من الفاليديشن اكيورسي. تمام؟ واللوس كذلك نفس الشيء. فهنا بحكي لي انه اذا انت بتستعجب انه ليش المتريكس تبعت الفاليديشن افضل من المتريكس تبعت التريننج، بسبب عاملين اللي هم هدول الطبقات اللي هي الباتش نورماليزيشن والدروب اوت. هذا الكلام احنا شفناه، هذه الطبقه شفناها في الموديل المره الماضيه في الكراس في الكات والدوكس كلاسيفيكيشن. الان هو ايش بده يسوي؟ بده يعمل فاين تونينج، بده يحسن الموديل، مع انه النتيجه كثير ممتازه بس بده يحسنها. بس الفكره في الموضوع هنا بده يورجينا انه كيف انه احنا ناخذ جزء من الموديل البري تريند ونعمل له انفريز وندرب وندخله في التدريب. تمام؟ الفكره في الموضوع انه انا عندي هنا هذا الموديل اللي هو موبايل نت فيرجن 2، كله اخذته بالكامل بري تريند. وايش ضفت؟ ضفت طبقات دنس، انا عندي طبقه او اكثر، ممكن اضيف اكثر من طبقه، وهدول اللي صار لهم تريننج، هدول نون ترينبل وهدول ترينبل. اللي بده يصير الان في الفاين تونينج ايش بده يسوي؟ بده يروح ياخذ جزء من الموديل من هنا، هذه الجزئيه بده يفك الفريز تبعها وبده يدخلها في التريننج عشان يحسن النتيجه. تمام؟ كيف بده يسوي الشغله هذه؟ راح حط انه البيس موديل ترينبل بتساوي ترو، كله صار ترينبل. بعدها حيرجعوا فولس، بس بيحدد الطبقات اللي بدها تكون بده يفك الفريز تبعها. فالان هنا حكى انه فاين تون ات 100، راح لف على كل الطبقات فور لاير ان بيز موديل لايرز. من وين بدا؟ بدا من الاول لغايه ال 100، ايش عمل؟ رجعها فولس. تمام؟ طيب ايش اللي ضل ترو؟ من ال 100 للاخر. شفتوا كيف انه حدد انه جزء من اللايرز فك الفريز تبعهم وجزء خلاهم فريزد. تمام؟ هنا جاب انه عدد اللايرز في البيز موديل اصلا كلهم على بعضهم 155. تمام؟ فمن الطبقه الاولى لغايه 100 نون ترينبل، ومن 100 ل 155 عباره عن 55 طبقه هدول ترينبل. رجعنا عملنا كومبايل للموديل ثاني، وهي السمري. ايش اختلف انا عندي هنا؟ اختلف انا عندي انه النون ترينبل قلت وزاد الترينبل. قارنوا هذا الكلام بقبل في الموديل هاد. انا عندي 1281 هذول ترينبل. تمام؟ زادوا الان صاروا قديش؟ 1,800,630. تمام؟ الآن حددنا عدد الإيبوكس
والتوتال اي بوكس هي عباره عن الانيشال اي بوكس زائد الفاين تون اي بوكس. معنى ذلك انه هو بده يكمل تريننج زي كانه بده يكمل تريننج. فالهيستوري فاين بتساوي فيت ادينا له الترين والتوتال اي بوكس والانيشال اي بوك حكينا له انه ابدا كمل من الهيستوري دوت اي بوكس ماينس 1. معنى ذلك انه هو بده يكمل تريننج. وديته الفاليديشن داتا تمام. فبدا الان من عند الفال اكيرسي 97 اخر واحده اللي هو وصلها وبدا انه يحسن لغايه لما نوصل 98.98.50 تمام. هذا بس للفيجواليزيشن زي هيك. هيك انه احنا شفنا كيف نحمل نستخدم الفاين البري تريند موديل للفيتشر اكستراكشن. هذه شغله كثير مهمه وخاصه انه لما بدي اختصر وقت التريننج او لما تكون في عندي داتا سيت صغيره. وشفنا كيف نعمل فاين تون. الفاين تون يعني ممكن تطلعوا لها انه يعني بنظره انه اصلا الاوريجينال نتورك مع الويتس تبعتها اصلا مدربه على كم كلاس؟ 1000 كلاس. متخيلين؟ حكيت انا ادرب على 1000 كلاس ولا ادرب على 2 كلاس؟ عشان هيك انه هو عمل فاين تون وفك الفريز تبعها ورجع عملها ريترين مره ثانيه لجزء من الطبقات. فبالتالي اكيد طبعا لما ادرب على 2 كلاسز بس تتحسن الامور انا عندي تمام. ففي حدا هدول الطبقات هذه من الاول هنا هدول ما بيصير فيهم ولا تغيير. الجزئيه الثانيه بالضبط ببدا من راندوم وببدا يعملهم انه ترين يعني او بالاحرى انه هو ببدا يعملهم ادجستمنت على حسب الايرور. هدول انه بالايرور ما بيصير لهم ادجستمنت بالمره ياخذهم زي ما هم تمام.